السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب التعليم المفتوح المستوى الرابع. يسعدني أن ألتقي بكم في مادة تطبيقات مناهج البحث العلمي في الإحصاء. حفظكم الله وحفظ مصر من كل سوء، يا رب الأيام دي تعدي على خير وكله يبقى سليم وبصحة وعافية. معكم الدكتور محمد السيد، وهنبدأ مع بعض الأولى. هنتعرف ايه الموضوعات اللي احنا هندرسها في خلال هذه المحاضرات الاونلاين. احنا هندرس بالظبط اربع موضوعات. عايزين نتعرف على مقاييس النزعه المركزيه. يعني ايه مقاييس النزعه المركزيه دي؟ بالبلدي يعني بنجيب متوسط للظاهره بتاعتي، يعني ظاهره وعايز اجيب لها المتوسط. ثم هناخد مقاييس تشتت، ثم الانحدار الخطي المتعدد، واخيرا هنختم بموضوع اسمه سلاسل ماركوف. المنهج بتاعنا مكون من اربع موضوعات. نبدا الموضوع الاول، مقاييس النزعه المركزيه. زي ما اتفقت معاكم، هي كلمه مقاييس النزعه المركزيه ده مصطلح احصائي، ولكن هو ببساطه معناه ايه؟ ان انا عندي ظاهره وعايز احسب لها المتوسط. طب احنا متعودين دايما كنا بنحسب متوسط بطريقه سهله وبسيطه، لكن هنفاجئ دلوقتي ان المتوسط ده ممكن يحسب بالعديد من الطرق. وده دورك انت بقى كواحد بتدرس احصاء، انك تبقى تعرف ازاي تختار المقياس المناسب لطبيعه البيانات اللي عندك. مش كل المقاييس تنفع في كل البيانات. فاحنا هندرس مع بعض في مقاييس النزعه المركزيه اشهر المقاييس المستخدمة في الحياة العملية. عندنا ست مقاييس. ايه هما؟ هناخد الوسط الحسابي الارثماتيك مين، الوسط الحسابي المرجح الويتد ارثماتيك مين، الوسيط الميديان، المنوال، المود، الوسط الهندسي الجيومتريك مين، الوسط التوافقي الهارمونيك مين. ست مقاييس مختلفة. لازم سعادتك تبقى عارف دلوقتي كل مقياس من دول متى يستخدم وكيفية حسابه. عشان ما اثقلش عليكم، احنا هنكتفي بس ان احنا هناخد، احنا عارفين البيانات عندنا في الاحصاء بتنقسم لنوعين: بيانات غير مبوبه اللي هي البيانات اللي مش محطوطه في جدول وغير مرتبه، وفي البيانات المبوبه اللي هي بتبقى محطوطه في جدول عباره عن فئات وتكرار. حتى لو اثقل على حضراتكم، فهنكتفي في كل المقاييس بتاعتنا اللي احنا هناخدها سواء مقاييس نزع او تشتت بالجزء بتاع البيانات الغير مبوبه. نبدا مع بعض. اول مقياس عندنا اللي هو الوسط الحسابي. الوسط الحسابي دوت بيستخدم، الشرط الاساسي بتاعه ان تكون البيانات بتاعتي بيانات متجانسه مفيش فيها اي ارقام شاذه. شرطه الاساسي ان تكون بياناتي بيانات متجانسه لا يوجد بها ارقام شاذه. هي الارقام الشاذه بس عشان نبقى متفقين مع بعض عباره عن ايه؟ الارقام الشاذه اللي هو لما يكون عندي مجموعه بيانات مثلا 5 6 7 8 9 ومعاهم رقم 200، فبتحس رقم 200 ده بعيد قوي عن بقيه الارقام، فبنسميه رقم شاذ. طب الوسط الحسابي بيتحسب ازاي؟ بنقول هو مجموع القيم مقسومه على عددها. لو حبينا نعملها بالرموز يبقى هندي الوسط الحسابي الرمز س شرطه. بيتحسب ازاي س شرطه؟ عباره عن مجموع س على نون. دي بتقرا مجموع او مج س على نون. س دي اللي هي الارقام اللي عندي، البيانات اللي انا عايز احسب لها المتوسط، ونون هي عدد القيم. نشوف كده مثال. بيقول في ما يلي: اجر ست عمال باحد المصانع ومديني ست ارقام 15 30 25 40 30 40. السؤال هنا يا جماعه خلي بالكم، ما هو المتوسط المناسب لاجر العامل؟ لما اقول لك ما هو المتوسط المناسب، يبقى سعادتك هتختار متوسط من الست متوسطات اللي احنا اتفقنا عليهم. مين اللي ينفع فيهم؟ ايه المعيار بتاعي هنا؟ ببص على البيانات اللي عندي، هل فيهم رقم شاذ ولا كلهم قريبين من بعض؟ لا، كلهم قريبين من بعض زي ما حضراتكم شايفين. قال لي رقم عندي 15، اكبر رقم 40، في نص 25، في 30. اذا الارقام كلها قريبه من بعضها، مفيش ارقام شاذه. طالما الارقام قريبه من بعضها ومفيش ارقام شاذه، يبقى هنشتغل على طول وسط حسابي. س شرطه تساوي مجموع س على نون. يبقى هنجمع الارقام اللي عندي: ال 15 زائد ال 30 زائد ال 25 زائد ال 40 زائد ال 30 زائد ال 40 على عددهم دول كام رقم؟ 6 ارقام. المجموع 180 على 6 يديني 30. زي ما احنا شايفين مقياس سهل وبسيط. اهم حاجه نستخدمه امتى؟ لو مفيش ارقام شاذه. طيب احيانا لما باجي اشتغل يا جماعه، بتبقى البيانات اللي انا عايز اجيب لها المتوسط دي بتختلف في الاهميه النسبيه بتاعتها. بمعنى ايه؟ يعني على سبيل المثال دلوقتي مثلا في نظام الدراسه، احنا عندنا نظام الساعات المعتمده او الكريدت اورز. دي لما الطالب بيجي يختار المواد اللي هيدرسها، بتبقى المواد بتختلف في عدد الساعات الدراسيه. يعني في بعض المواد بيبقى مثلا متطلب جامعه، وفي بعض متطلب كليه، بتختلف في عدد الساعات. في مواد بيبقى ليها 3 ساعات اسبوعيا، في مواد بيبقى ليها ساعتين، احيانا في مواد بيبقى ليها ساعه. فلما اجي نحسب التقدير بتاع الطالب، الجي بي اي بتاعه اللي هو الجريدنج بوينت افريج، المتوسط بتاع الطالب، ما بنحسبوش بالطريقه التقليديه. لازم ناخد الاهميه النسبيه في الاعتبار. يعني الماده اللي بتدرس 3 ساعات ليها اهميه اكبر من الماده اللي بتدرس ساعتين. فهنا بنضطر نلجا لحاجه اسمها الوسط الحسابي المرجح. الوسط الحسابي المرجح زي ما انتم شايفين القانون بتاعه بيقول ايه؟ بيقول س شرطه
بنحط جنبها ميم كده صغير، يعني سين شرطة جاي وسط المرجح. ميم دي يعني جاي من كلمة مرجح، عبارة عن مجموع سين في واو على مجموع واو. سين هنا القيم اللي أنت عايز تجيب متوسطة، اللي هي هتلاقيها بعد كلمة إيه في السؤال، هتلاقيها بعد كلمة أوجد متوسط أو احسب متوسط. واو دي الأوزان بتاع الترجيح، اللي هي القيم الأخرى اللي في التمرين. طب أنا هعرف إزاي المسألة وسط حساب المرجح؟ لما تلاقي التمرين فيه نوعين من البيانات، نوعين من البيانات، نوع بيسأل على المتوسط بتاعه ونوع تاني تحس إنه زيادة، إيه لازمته؟ فهو ده الوزن اللي انت هترجح بيه ساعتها. طب ما تيجي نشوفها كده من خلال مثال عشان تبقى اوضح. الجدول التالي يوضح اجر الساعه لمجموعه من العمال وساعات عمل كل منهم. مديني الاجر 7 و6 و9 و8 و10، ده الاجر في الساعه. طب العامل الاولاني اشتغل 9 ساعات، الثاني اشتغل 10، الثالث اشتغل 4، ثم الرابع اشتغل 6 ساعات، والاخير اشتغل 3 ساعات. عايزين نحسب متوسط اجر العامل. هنا لما نبص على التمرين اللي قدامنا هلاقي فيه نوعين من البيانات، الاجر ده الحاجه اللي انا عايز متوسطها، والساعات دي هتحس ايه لازمتها؟ مش انت عايز المتوسط بتاع الاجر، طب مديني ساعات اعمل بها ايه؟ هو ده الوزن، لان كل واحد اشتغل عدد ساعات مختلفه، فلما اجي اجيب المتوسط لازم اخد الاهميه النسبيه دي في الاعتبار. طيب مين السين ومين الواو؟ السين الحاجه اللي عايز متوسطها، وعايز متوسط اجر العامل، يبقى الاجر ده ياخد رمز سين على طول. طيب والساعات هي اللي تاخد رمز الايه؟ الواو. خلاص هنبدأ نحسب بقى. يبقى مجموع س في واو على مجموع واو، يبقى هضرب كل س، كل س كل أجر في الواو اللي هي الساعات بتاعته. يعني أول عامل كان بياخد إيه؟ 7 واشتغل 9 ساعات، يبقى 7 في 9. التاني بياخد 6 واشتغل 10 ساعات، يبقى زائد 6 في 10. التالت بياخد 9 جنيه واشتغل 4 ساعات، يبقى 9 في 4، وهكذا. يبقى 7 في 9 زائد 6 في 10 زائد 9 في 4 زائد 8 في 6 زائد 10 في 3 على مجموع واو اللي هي مجموع الساعات اللي اشتغلوها 9 و10 و4 و6 و3. هنحسب اللي فوق يطلع 237 تحت 32، هنقسم الاثنين على بعض هيطلع الناتج 7 و41. طيب احنا كده خدنا الوسط الحسابي العادي والوسط الحسابي المرجح. قلنا الوسط الحسابي عشان نستخدمه لازم يكون البيانات عندي ما فيهاش ارقام شاذه. طب افرض كانت البيانات فيها رقم شاذ، هنا هنبدا نلجا للوسيط. يبقى الوسيط ده هنستخدمه كبديل للوسط الحسابي في حاله وجود ارقام شاذة. طب الوسيط بيتحسب ازاي؟ عشان تحسب الوسيط سعادتك لازم تعمل ثلاث خطوات. الاول ترتب البيانات من الصغير للكبير تصاعدي، تحدد ترتيب الوسيط اللي هو بناخد عدد القيم نون نجمع عليها واحد ونقسم الناتج على اثنين. بس هنا دايما خلي بالك لما تقول نون زائد واحد لازم تدوس يساوي الاول وبعدين الناتج اللي يطلع تقسمه على اثنين. بنحدد قيمة الوسيط بناء على الترتيب اللي طلع لي. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوفها كده من خلال مثال. بس قبل ما نروح للمثال بنقول لو ترتيب الوسيط مش شرط دايما يطلع رقم صحيح، ممكن احيانا ترتيب الوسيط ده يطلع رقم كسر. في الحاله دي بنعمل ايه؟ بناخد الرقمين اللي في النص نجيب لهم متوسط. شوف مثال. المثال بيقول احسب قيمه الوسيط للبيانات الاتيه ومديني 7 ارقام 4 16 20 28 15 9 30. ساعتك هتقول لي هنا البيانات دي ما فيهاش ارقام شاذه. بالفعل البيانات ما فيهاش ارقام شاذه، برافو عليك، ملاحظه قويه جدا. ولكن السؤال هنا انا طالب ايه صراحه؟ اقرا كده، انا بقول لك اوجد قيمه الوسيط، انا طالب الوسيط صراحه. طالما انا طالب الحاجه صراحه خلاص بتنفذ المطلوب بغض النظر عن طبيعه البيانات. ليه؟ لان هو الوسيط ينفع في حاله البيانات اللي فيها ارقام شاذه، وينفع في البيانات برضو اللي ما فيهاش ارقام شاذه، بس اذا طلبت انا منك صراحه بقى في الحاله دي. طب تعال نطبق الخطوات بتاعتنا. هنرتب البيانات من الصغير للكبير، اصغر رقم 4 ثم 9 ثم 15 ثم 16 20 28 30. دول كام رقم؟ 7، يبقى ترتيب الوسيط نون 7 زائد 1 8 على 2 تديني 4. معنى ذلك ان الوسيط هو الرقم الرابع، رابع رقم بعد ما رتبنا كام قدامي؟ 16. يبقى الوسيط 16، وخد بالك بتاخد الرقم الرابع بعد الترتيب مش من البيانات الاصليه، اوعى تنسى. يبقى الرقم الرابع بعد الترتيب. يبقى كان الوسيط بالبلدي بنعمل ايه يا جماعه؟ كاننا بنرتب البيانات وناخد الرقم اللي في النص، كاننا بنرتب البيانات وناخد الرقم اللي في النص. طب نشوف مثال تاني. احسب هنا بقى السؤال بقى، احسب متوسط مناسب للبيانات الاتيه. انا هنا سبتك انت اللي تحدد ما هو المتوسط المناسب. هنا هنبص على البيانات هنلاقي في رقم شكله غريب قوي او بعيد قوي عن بقيه الارقام اللي هو رقم 250، اهو ده اللي بنسميه الرقم الشاذ. يبقى في الحاله دي مين البيانات المناسبه او المقياس المناسب؟ هو الوسيط. هنرتب البيانات من الصغير للكبير من 4 7 9 12 15 250. هنحدد ترتيب الوسيط نون زائد 1 على 2، هم المره دي دول كام رقم؟ 6 زائد 1 يبقى 7، 7 على 2 تديني كام؟ 3.5. يعني ايه بقى 3.5؟ قال لي يعني معناها الوسيط يقع بين الرقم الثالث والرابع. يعني هنا في الحته دي بيقع بين الرقم الثالث والرقم الرابع. الرقم الثالث ب 9
هنا شفتوا بقى الغلطة فين؟ ان هنروح لين للبيانات بعد ما ترتبت. هنا هي صدفة ان الرقمين فعلا هم هم، لكن خلي بالك اهو، اوعى تغلط، انا كنت بشوفك صح ولا لا، وتروح للبيانات قبل الترتيب. بنحدد قيمة الوسيط من البيانات بعد الترتيب. يبقى هو بين الكام وكام؟ بين التسعة والاتناشر، يبقى هنجمع تسعة زائد اتناشر تديني 19، 9 زائد 12 تديني 21 على 2 تديني 10 ونص. كده يبقى خدنا وسط حسابي عادي، وسط حسابي مرجح وسيط. نروح للمقياس اللي بعد كده اللي هو المنوال. المنوال ده بنستخدمه لو البيانات اللي عندي بيانات وصفيه، اي بيانات غير رقميه. طيب المنوال بيتحسب ازاي؟ المنوال ملوش قانون. امال اللي بيتحسب ازاي؟ هو القيمه الاكثر تكرارا، يعني الحاجه اللي اتكررت كتير. تعال نشوف مثال كده. البيانات التالية تمثل أعمار مجموعة من الطلبة في إحدى الجامعات، المطلوب إيجاد المنوال. أنا طالبه برضو صراحة يا جماعة، المقياس اللي اتطلب صراحة نحسبه مباشرة بغض النظر عن الشروط اللي بنقولها. لكن هو المنوال أساسا بيستخدم لو البيانات غير رقمية، لكن افرض تمرين زي ده هو بيانات رقمية، بس أنا بقول لك احسب المنوال تحسبه إزاي؟ مين الرقم اللي اتكرر كتير؟ 20، اتكرر مرتين، يبقى المنوال هو الرقم 20. شوف مثال تاني. اوجد المنوال للقيمين الآتية 18 15 14 27. ايه ده؟ هو المنوال الحاجه اللي بتتكرر. طب ده ما فيش ولا رقم اتكرر، يبقى هنعمل ايه؟ نقول له لا يوجد منوال. طب احسب المنوال للبيانات الاتيه، اهي دي البيانات الوصفيه اهي. بقى هنا لو قلت لك احسب متوسط مناسب، المنوال هو الوحيد اللي ينفع. لو قلت لك احسب متوسط مناسب، يبقى المنوال هو الوحيد اللي ايه؟ اللي ينفع. ازاي؟ تعال بص معايا بقى التقديرات كده، مين اكتر تقدير اتكرر؟ هنلاقي الجيد اتكررت 3 مرات، يبقى التقدير جيد هو المنوال لانه الاكثر تكرارا. طب افرض الجيد كانت اتكررت 3 مرات والجيد جدا 3 مرات برضه، كنا هنعمل ايه؟ كنت في الحاله دي هقول له ان المنوال هو التقدير جيد او التقدير جيد جدا. يبقى المنوال هنلاحظ فيه حاجه، انه ينفع يلاقي منوال واحد، ممكن الاقي اكتر من منوال، ممكن ما الاقيش منوال خالص لو ما فيش حاجه اتكرر. تمام؟ نروح للمقياس اللي بعد كده اللي هو الوسط الهندسي. الوسط الهندسي يا جماعه بنستخدمه امتى؟ لو البيانات اللي عندي في شكل نسب مئويه. الوسط الهندسي ده بيستخدم لو البيانات في شكل نسب مئوية. بيتحسب ازاي الوسط الهندسي؟ بناخد الجذر النوني لحاصل ضرب القيم. يعني انا لو عندي 5 6 ارقام اضربهم في بعض وبعدين اخد الجذر حسب عددهم. هم لو 5 يبقى الجذر الخامس، لو 6 يبقى الجذر السادس وهكذا. تعال نشوف مثال. اذا كانت معدلات الفائدة السنوية باحد البنوك هي 7 و9 و5 و4 و8، ما هو متوسط معدل الفائدة السنوي؟ هنا هنلاحظ ان عندنا ان البيانات دي في شكل نسب مئوية، يبقى على طول وانت مغمض هتشتغل بالوسط الهندسي. ازاي؟ هما كام رقم؟ 5. يبقى هقول الجذر الخامس واضرب بقى الارقام دي في بعضها بدون علامة في المية. اضرب 7 في 9 في 5 في 4 في 8، هيطلع 10080. انا عايز اجيب الجذر الخامس للرقم 10080. في عندنا زرار في الكالكوليتر بيديني اي جذر اعلى من الجذر الثاني، هو الجذر التربيعي او الجذر الثاني اللي هو الجذر علامه الجذر اللي مفيش عليها ارقام. طب لو انا عايز جذر اعلى من كده بحسبها ازاي؟ يا اما في زرار اللي في الاله اللي هتلاقي عليه علامه الجذر وعليها كده زي مربع ابيض، فبتدوس عليه بيبقى المربع ده فاضي، انت بتكتب الرقم 5 اللي انت عايز تجيب الجذر بتاعه، وبعدين تنزل جوه الجذر تكتب 10080. طب افرض الاله بتاعتي قديمه شويه ما فيهاش الخاصيه دي، يبقى كاني هعمل ايه يا جماعه؟ هقول 10080 اس 1 على درجة الجذر. أنا هنا عايز الجذر الخامس يبقى 1 على 5، لو عايز الجذر الرابع يبقى 1 على 4، عايز الجذر السادس يبقى 1 على 6. وطبعا الأس نقدر نعمله بسهولة بالآلة بتاعتنا، كلنا عارفين ازاي بنحسب الأس. يبقى 10080 اس 1 على 5 يعني اس 2 من 10، نحسبها بالكالكوليتر هيطلع 6.32%، حط جنبها علامة في المية من غير ما نضرب في المية، لأن الأرقام أصلا في شكل نسب، وبالتالي الناتج اللي بيطلع ده مفهوم ان هو برضه نسبه مئويه. نروح للمقياس الاخير اللي هو الوسط التوافقي. بيفضل استخدام الوسط التوافقي ده لو البيانات بتاعتي في شكل معدلات زمنيه. يعني ايه معدلات زمنيه يا جماعه؟ معدل زمني يعني نقول السياره تسير بسرعه 100 كيلو في الساعه، الاله بتنتج بمعدل 50 وحده في الدقيقه، البرينتر بيطبع بمعدل 10 صفحات في الثانيه وهكذا. اي حاجة تربطها بالزمن دي بنسميها معدل ايه؟ زمني. المقياس المناسب في الحالة دي هو الوسط التوافقي. بيتحسب ازاي؟ نون اللي هي عدد القيم مقسومة على مجموع واحد على سين. نون مقسومة على مجموع واحد على سين. سين طبعا اللي هي البيانات او المعدلات الزمنية اللي انا عايز اجيب متوسط. شوف مثال.
في إحدى السباقات كانت سيارة تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة في المسافة الأولى، ثم 200 كيلومتر في الساعة في المسافة الثانية، ثم 300 كيلومتر في الساعة في المسافة الثالثة، ثم 400 كيلومتر في الساعة في المسافة الرابعة. أوجد متوسط معدل سرعة السيارة. هنا البيانات إيه يا جماعة؟ أول ما تلاقي كيلومتر في الساعة دي سلاش دي كده، في الساعة، في الثانية، في الدقيقة، في اليوم، ده كده اسمه معدل زمني. القانون المناسب هو الوسط التوافقي. طب هنشتغله ازاي؟ هناخد الارقام نفسها اللي هي السرعات دي، نسميها س، 100 200 300 400. هنبدا نحسب واحد على س زي ما انتم شايفين في الجدول اللي قدامكم ده اهو. هبدا اجيب بقى واحد على س، يعني هقسم واحد على 100 تديني الرقم الاولاني، واحد من 100. هقسم واحد على 200 هتديني 5 من 1000، واحد على 300 تديني 3 من 1000، واحد على 400 تديني 25 من 10000. اجمع كل الارقام دي يطلع 25 205 من 10000، 205 من 10000. هناخد الرقم ده نعوض بيه في القانون، هو ده مجموع الواحد على س. يبقى نون عندي هم اربع ارقام على مجموع واحد على س اللي طلع عندي 205 من 10000، اقسم يطلع 195. دايما يا جماعه في ملحوظه مهمه جدا تخلي بالكم منها، لما تطلع الناتج بص عليه، هل ده منطقي ولا مش منطقي؟ يعني الارقام اصلا كانت 100 200 300 400، يعني اصغر رقم 100 واكبر رقم 400. لما حسبت المتوسط طلع تقريبا 195، يعني تقريبا 200. هل ده ينفع يبقى متوسط؟ اه ينفع يبقى متوسط ليهم، لانه يعتبر بين اصغر رقم واكبر رقم، فكده يعتبر الارقام بتاعتي سليمه، ما اقدرش اقول عليها حاجه. اشكركم، كده يبقى خلصنا مقاييس النزعه المركزيه اللي هم الست مقاييس. اهم حاجه زي ما اتفقنا كل مقياس متى يستخدم؟ الوسط الحسابي لو ما فيش ارقام شاذه، الوسط الحسابي المرجح لو عندي نوعين من البيانات، الوسيط لو في ارقام شاذه، المنوال في حاله البيانات الوصفيه، الوسط الهندسي في حالة البيانات اللي في شكل نسب مئوية، الوسط التوافقي في حالة البيانات اللي في شكل معدلات زمنية. شكرا جزيلا لحضراتكم، وألتقي بكم على خير في المحاضرة التالية، والسلام عليكم ورحمة الله.